ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بيبلادر لؤي. اليوم عندنا نزال بين بلبل ليث الفضاء للاعب راني من نوع القدرة الاحتمال مع مخالب وتغيير طول. مخالب تطلع لبرا وتغيير طول خلال النزال. وشهاب والشجاع المتقد. الجولة الأولى 3 2 1 جو شوت جو شوت. اوكي، من قوة الإطلاق الشجاع المتقد طلع لحاله برا الحلبة. والجولة الأولى راح تكون لصالح المخالب. دخلت لجوا من ضربات الشجاع المتقد، وتغيير الطول أظن أنه طول من زمان. 1-0 لليث الفضاء. يلا ليث الفضاء اقضي على الشجاع المتقد. راني ضد شهاب. أوكي، المخالب سطال على برا، البلبل لساته قصير. أوكي، الشجاع المتقد صار هجومي. ليث الفضاء لسه ما غير طوله، عم براقبه من جنب. اوكي، طول هلا طول بهالفتره هاي. ونقطه لليث الفضاء. اوكي يلا شهاب اعمل ضربات بشكل مباشر. اوكي، المخالب عم بتبلش تدخل لجوا، اظن دخلت لجوا على الاخر. شهاب بضيع طاقته والحلبة زاحت من ورا البلابل. يلا الليث الاسد. ونقطة لليث الفضاء. شجاع المتقد حان وقت الانتقام. اوه، في بيس لانه في ضربات بشكل مباشر، بس البلبلين طلعوا مايلين هالجولة هيك. تغيير. وشهاب ضرباتك من دون فائدة. اوكي ليث الفضاء. اوف، ليش هيك صار شحط مع انه شوي مال لهالدرجة. اللاير تبعته عريضة، الاجنحة اللي تطلع منها. الخالب شهاب يلا حول الوضعية الهجومية. شو هذا الهدوء؟ اوكي، اضرب اضرب اضرب. ما في امل. ليث الفضاء بدنا بيرست. خلاص عم تفوز شجاع المتقد بالقدرة على الاحتمال. ودبل بيرست، اول بيرست بهالنزال كله. حلو، بس الوان بلابل حلو. شفتوا كيف اول مره بشوف احمر واخضر هيك مع درايفرات هدول، انه البيرست نادر. اوكي، هلا راح يصير في بيرست بهالجوله هاي. الشجاع المتقد لازم يحول الهجوم، وهداك لساته قصير. اوكي طول اظن، بس فاز الشجاع المتقد. اوكي، هلا راح نعكس القطع كمان شوي. عم بفكر ايش استخدم درايفر هازبرو عشان اللاير. هل في بيرس مره ثانيه؟ شهاب اعمل بيرس. يلا لاير زيك يعني بتصدل بقى هيك مغلقين نوعا ما. حان وقت عكس القطع على هون. عنا بلبل ليث الفضاء. راح نحط عاد القطع بنعكسه، بس بكون شوي تماسك اضعف، بس الكليكس قويه فعادي. اما هون لانه درايفر تكارتم ما بزبط، راح نجيب اقرب درايفر نوعا ما، درايفر درع التيربو، عشان في قدره الاحتمال وممكن يصير هجومي مثل الشجاع المتقد هيك باخر النزال. والشجاع المتقد كان هجومي، ليش هيك؟ لا، الشجاع المتقد بكونش بهجومي بهاي الطريقه. درايفر درع التيربو. اوكي، نقطه لشهاب. كان هادي. اوكي، واخيرا المخالب طلعوا لبرا. على فكره بالجوله اللي قبل شكل المخالب ما كان طالعين برا، هلا طلعوا. شفتهم او هلا لاحظت. اوه، عمل بيرس الشجاع المتقد. انهي النزال. اوه، شجاع الفضاء. وايش هذاك، ايش بصير اسمه؟ الليث المتقد. اوكي، اسم سيء ملوش دخل اصلا. فاز الليث، يعني هو اقوى مليون مره. بس ما فاز نعمل جوله اضافيه عادي. على فكره الطول كثير مو كويس للشجاع المتقد. اوه، طلع لحاله. وبس، شكرا لكم ولمتابعتكم الفيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو اليوم، وتحطوا لايك على هالفيديو كمان. تشوفوا فيديوهات الثانيه اللي راح تطلع قدامكم على الشاشه، او ادخلوا على قناتي وشوفوا الفيديوهات اللي بتعجبكم.